هذا الاتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملية العلائش، اليوم تم تسليم بفائدة 6 نزلاء سابقين من بينهم نزيلة سابقة معدات وتجهيزات خاصة بمشاريع مدرة للدخل بخلاف المالي إجمالي قدره 188,474.1 درهم موزعين ما بين ما هو حرفي وما هو خدماتي. وتأتي هذه المبادرة تفعيلا للاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيومهني الذي تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة حفظه الله لأجل مساعدة هذه الفئة للانخراط بسلاسة في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.